I'm not going to be able to do that.
ممنوع انك تعدم واحدة حامل لانك كده بتعدم اتنين روحين.
قال لك لازم تستني لغايه ما تولد وكمان تنزل العيل وتفطمه وفطامه فيه عمل، يبقى لازم بعد سنتين من عمره رغم انها قاتله استنى لغايه ما البيبي ما ينزل ويتفطر، بعد سنتين يودوه لابوه او يودوه لو ابوه طبعا كتير لاكله يبقى يودوه لاهله يودوه لحد تاني او للاحداث او لاي جمعيات وياخدوا ايه الام بعد سنتين. مين اللي هيقول ان الام دي حامل؟ برضه الطبيب الشرعي، وفعلا دي مش بتكذب دي حامل. ها مين اللي هيثبت ان الطفل سنتين؟ برضه الطبيب الشرعي. ده الطفل ده سنتين خلاص اتكلوا على الله وعدموها. طب كل الكلام ده هي، طب هو طالب ده اكشفوا على مراتي انها حامل ليه؟ قضيه الزنا ليه؟ انا مش عايز البيبي اللي ينزل من عندها ده يكتبوه باسمي، يبقى disputed paternity، انكار نسب، انكار ابوه، ده مش ابني يا اخوانا، انا كنت مسافر بره، حملت منين؟ خلاص؟ يبقى دي قضيه طبعا ايه؟ يجيب لها مصيبه، قضيه زنا و ايه وبينفي النسب. هو كل اللي هم طبعا يوديها ازاي وفي نفس الوقت ينفي النسب، بالذات احيانا الست تبقى ايه بتبقى جريئه او تقول له لا مش هسقط، يعني هو احيانا بعض من الازواج يقول لك حاولت معاه بالحسن سقطت مش عارفه، لا ده ابنك ما مش بالغصب يعني، ده بقى له سبب بي طبعا بيتحققوا منه بالباسبور دخل مصر امتى والكلام ده. طيب تعالى بقى الدايجنوز، هاو تو دايجنوز كيس اوف بريجننسي. في عندنا حاجات بروبابل ساين، بروبابل ساين، وفي حاجات عندنا مفيش اختلاف عليها شور ساين. ايه البروبابل ساين؟ البروبابل ساين معتمد على كلمتين بيجمنتيشن اند انكريس فاسكولاريتي، هو ده البروبابل ساين عندنا. البيجمنتيشن زياده البيجمنتيشن عشان هرمون الحم وانكريس فاسكولاريتي معتمد على بيتا ماس كلمه بير. هتشوفي كل الارقام عندنا اتنينات اتنينات، من اول الشهر الثاني يحصل لها كده، من اول الشهر الثاني يحصل لها كده، خلاص يبقى بيجمنتيشن والبير. طب عملت لك جدول ادي زياده البيجمنتيشن وادي الفاسكولاريتي، اوكي؟ طب هبص على ايه؟ البريست، انزل تحت الابدومن، انزل تحت عند منطقه الجينيتاليا الفالفا، انزل تحت معلمك ان تحت في ايه؟ ادي فاجينا وادي فتحه الهايجا اللي بينزل منها المنسل، ادي اليوترس فوقيها بالسيرفكس، يبقى عندي السيرفكس هنا وادي اليوترس وادي الفاجينا، يوترس سيرفكس فاجينا، يوترس سيرفكس فاجينا، خلاص؟ طيب البروبابل ساينز دي كلها انديكيت ايه؟ او انها احتمال تبقى حامل. البريست بنقول انكريس بيجمنتيشن وانكريس فاسكولاريتي، الانكريس فاسكولاريتي اتكبرت، الانكريس بيجمنتيشن تغمق الاريلا وتغمق النبل، يبقى ادي الاريلا تبقى غامقه، النبل تغمق ويظهر كمان نقط غامقه حوالين النبل. ايه النقط الغامقه اللي حوالين النبل؟ سميناها مونتجومريت فوليكل، يبقى المونتجومريت فوليكل دي عشان زياده البيجمنتيشن نقط غامقه كده، ها بس بتبقى بارده سنه فيقول لك فوليكل. بتظهر امتى؟ عند السكند، اتفقنا كله بير، يبقى عند ثاني شهر يبتدي الست يحصل لها كده. طيب تعالى في الابدومن، بقول لك في زياده في البيجمنتيشن والفاسكولاريتي، زياده في البيجمنتيشن والفاسكولاريتي، الفاسكولاريتي برضو يعني مش عايزين نقول هي اللي بتكبره بس، بس مع الفيتا طبعا انلاش، زيادة البيجمنتيشن تعمل خطوط من تحت السرة عند الست كده خط كده غامق اسمه لينيا نيجرا، كل دي عشان هرمونات الحمل، نيجرا نيجراين اسود يعني، ولاينز كده ها نتيجة للستراتشنج، ستراتشنج بتاع البيبي اسمه ايه؟ تراي جرافيديرم، تراي جرافيديرم يعني خطوط نتيجة للرابتشر اوف كولاجين تيشوز، ها؟ فيبان عليها شوية خطوط تظهر في بطنها، خطوط كده غوامق كده وخط طولي غامق اسمه لينيا نيجرا، اوكي؟ الكلام ده من امتى؟ برضه من السكند، بس السكند تريمستر، يعني ها التريمستر متقسم ايه؟ ثلاثة وثلاثة وثلاثة، هو ها من الثلاث اشهر اللي في النص دول، الثلاث اشهر في النص دول يبتدي اللاين تمام، كل مدى تزيد تختلف من ست لست، تمام؟ طيب الفالفا، الفالفا لو بصيتي عليها انكريس بيجمنتيشن الفالفا اللي موجوده تغمق ويحصل انكريس فاسكولاريتي، انكريس فاسكولاريتي يبقى فيها غامق كده ها مع انكريس فاسكولاريتي، بس انا ما بشوفش غير الغامق اللون الغامق. طب الفاجينا برضه بيبقى فيه انكريس بيجمنتيشن بس مش بنشوفها، انكريس الفاسكولاريتي اعرف منين؟ ان انا الاقيها بتنزل سكريشنز كتير،
يبقى في زياده دايما بيجمنتيشن وفاسكولاريتي. ولكن اللي انا بشوفه مثلا في الفاجينا سكريشن تندر سكريشن كتير. تعالي في السيرفكس برضه انكريز بيجمنتيشن وفاسكولاريتي، بس اللي انا بشوفه الانكريز الفاسكولاريتي يخلي السيرفكس سوفت طري. طب انت هتشوفيها ازاي ده السيرفكس جوه؟ السيرفكس اشوفها ازاي؟ بطريقه اسمها هاجر ساين. ايه الهاجر ساين ده؟ الهاجر ساين ان انا دخل ايدي هنا تمام؟ وايدي الثانية في بطنها. يبقى عندي ايد من تحت وايدي الثانية في بطنها، اقربهم على بعض. معروف ان السيرفكس بتاعت الست كارتريدج هارد. الست لما تحمل انكريز فاسكولاريتي تطري السيرفكس بيكام سوفت. فلما ادخل ايدي من تحت وايدي في بطنها اقربهم لبعض عشان احس السيرفكس، الاقي السيرفكس كانه مخدة طري جدا. تمام؟ دي هتتعلمها في النساء الهاجر ساين. انك تحس السيرفكس ازاي؟ ايد من تحت وايد من البطن. يبقى السيرفكس انكريز الفاسكولاريتي بتاعته عشان لقيته صح. الفاجينا انكريز الفاسكولاريتي بتاعتها عشان لقيت فيها سكريشن نازله منها الست. اليوترس بيبقى فيه انكريز الاثنين برضه بيجمنتيشن وفاسكولاريتي، بس بعرف مين اللي بلاقي برضه وانا بحس في الحزم اليوترس بتاعتها بيكام. يبقى الحاجات دي كلها بس النقط انديكاتيف، ما اقدرش احلب نقط ريلايبل. اما عمليه سوفت سيرفيس سوفت يوترس ما جات عندها امراض سوفت جايز مش عارفه في المنسز جايز، يعني في حاجات ايه بقف عندها السكريشن زايد جايز عندها مشاكل او في مثلا وقت الاوفيليشن، يعني عمليه الاب من لينيا نيجرا جايز تكون سمراء ما اعرفش اشوف اللاينز دي علل خلاص. البراستي النقط جايز تكون تخينه مش عارفه ها. فعشان كده بنقول بروبابيلتي، يبقى دي حاجات بروبابل. ولكن نسيتيها انا بلف موضوع حوالين كلمه بيجمنتيشن وفاسكولاريتي وبير بس. حتى في الاورال وانا براجع ما راجعش، اراجع لو قالوا لي بروبابل ساين ده سؤال عظيم كواحد سال بس باخده بيجمنتيشن والبير ان كل حاجه بالسكن مام سكن مام سكن مام. ولكن الابدومينال انلاشز وكده بالسكن كريتيك خلاص. ادخل بقى على الكلام المهم اللي ممكن يديني نظري او يسالني اورال بكام. كله سكن مانس بعد الابدومين؟ كله سكن مانس بعد الابدومين سكن تراجستر خلاص. بالذات مين؟ الهاجر ساين والمونتجامري. انا ليه قلت كده؟ عشان الام سي كيو مونتجامري فوليكل او هاجر ساين. يعني ايه مونتجامري فوليكل والهاجر؟ فتيجي تحط عليه عشان اسم جديد او اسم غريب، فده ممكن يجيبك ام سي كيو خلاص. طيب ادخلي بقى على الشور ساين. ايه الشور ساينز اوف بريجنسي؟ لا والله العظيم دي فعلا حامل. الشور ساينز اوف بريجنسي مش هتخرج بره الثلاثه اف دول. ايه هم؟ الفيتس والسيمز والفرتلايزيشن تست. يبقى عشان احلف انها حامل هكشف على الفيتس شخصيا، هعمل اشعاعات الفيلز الاكس راي والسونار والكلام ده، وهعمل تستات اسمها فرتلايزيشن تست. طب اول حاجه بقى انت مش قلت الجربل كلها ارقام اثنين، الشوب كلها ارقام اربعه، يبقى الضابط بتاعها واحده اثنين واحده اربعه. طب اول حاجه الفيتس عايزه تشوفي ايه في الفيتس. يبقى دي اول اسف عندنا بعد فيتال اكزامينيشن. بعد فيتال اكزامينيشن ان انا احس بالبيشن. بالبيشن لايه؟ بالبيشن للفيتال بورت او بالبيشن للفيتال موفمنت، ان انا اشوف التحركات بتاعت رجله وايده خلاص. او اعمل اوسكالتيشن. اوسكالتيشن لايه؟ للفيتال هارت ساوند. يبقى هم دول الثلاثه بتوع الفيتا. ان انا احس جسمه عن 16 اسبوع زود دايما اربعه يبقى عند 20 اسبوع، زود دايما اربعه يبقى عند 24 اسبوع. ده للام سي كيو يا دكاتره. يبقى 16 20 24 اجس جسمه 16 اسبوع يبان الجسم، حركته يبان عند 20، صوته صوت الهارت ساوند عند 24. الفيتال هارت ساوند ده خلي بالك ما يلخبطكيش مع البلس بتاع المادر. البلس بتاعه مميز انه 120 يعني كتير، وحاجه اسمها تيك تاك ريزم مشهور بانه ايه؟ تيك تاك تيك تاك تيك تاك تيك وبسرعه. فدي غير البلس بتاعت الام. يبقى 120 برميل سريع وليه فعلا الصوت ده. تمام؟ ما يلخبطكش مع حاجه اسمها يوتراين سوفلا.
اليوترين صوت ده اللي هو صوت البلد هو داخل اليوترين ارتري بيعمل زي صوت مرمر كده شش شش شش. لا ده مش سيكر هارت ساوند خالص خلاص. زي انا ما انا لو اتلخبطت وكده استشاري الناس معايا يعني انا مش ننفع خالص. فالحق ان انا اجيب استشاري الناس زي في الرمد هجيب استشاري الرمد ان الشغل بتاعهم بقى خلاص. طب يبقى ما يلخبطيش مع المادر هارت ساوند ما يلخبطيش مع اليوترين ايه سوري. طب بس دلوقتي بيقول لك عشان تسمعي في ترهات صوم من 24 اسبوع لا ده في اجهزه طبعا حديثه عند بتوع النسا عندهم دلوقتي 3D وعندهم الدكتور في جهاز الدكتور ده بيسمعه من ايه من 10 اسبوع خلاص. في اجهزه طبعا حديثه تماما يعني ده بالنسبه لاول حاجه الفيتا. ادخلي على الفيلم طبعا كان ايام زمان يقول لك اكس راي اكس راي لا كونجنتال انوماليز دلوقتي السونار السونار اللي بقول لكم الثلاث ابعاد بتاعته 3 دايمنشنز كده يقول لك الطفل ده شكله ايه وزنه ايه وطوله ايه وعنده مش عارفه وهل نازل براسه ولا برجليه هل هو في الاسبوع الكام بنت ولا ولد. يبقى طبعا الفيلمز دي دايجنوستس اوف بريجننسي اول ما تعمل السونار خلاص انتهينا العمليه اتحددت. طب اخر حاجه بقى حاجه اسمها فيرتلايزيشن تست اتعلم عليه ده نظري. ايه الفيرتلايزيشن تست؟ تست اسمه جرابين داك تست. يبقى ممكن تجيبها لك بطريقه باسم تاني بدل ما اقول فيرتلايزيشن تست اقول لك جيف ان اكونت اون جرابين داك تست. الجرابين داك تست ده اول معلومه معتمده على الهيومن كوريونيك جونادوتروبين هرمون الحمل. يبقى انا بدور على هرمون الحمل خلاص. تاني معلومه للاسف هو بيبقى بوزيتيف 2 ويك افتر الفيرتلايزيشن وبوزيتيف 2 ويك افتر الدليفري او الابورشن. يعني لو واحده لسه والده النهارده يفضل هرمون الحمل بوزيتيف لو واحده مسقطه يفضل هرمون الحمل بوزيتيف خلاص. للاسف بقى انه بيبقى بوزيتيف مش شرط يكون في البريجننسي بس لا ده احيانا يكون في التيومر زي هتعرف حاجه اسمها فيزيكولار مول تمام. فالمصيبه ان هو بعض من التيومر ها اللي بتنزل حاجه اسمها ال اتش او ليوتينايزنج هرمون او حاجه اسمها كوريوكارسينوما بتنزل برضه فانت تتلخبط. او بعض من الستات المينوبوز تفتكر نفسها حامل يا عيني وهي مينوبوزه للاسف. ليه؟ لان الهيومن كوريونيك جونادوتروبين بيشترك مع اليوتينايزنج هرمون في حاجه اسمها الفا سب يونت. فعشان كده التست ده مش حلو قوي او مش اكيد 100%. قال لك لانه بيديكي فورس ريزلت. الناس دي خدعناهم وقلنا لهم انت حامل وطلع عندها تيومر. المينوبوز خدعتها وقلت لها انت حامل وطلع عشان ال اتش هرمون اليوتينايزنج هرمون شبهه فيديكي فورس ريزلت تمام؟ التست ده بيتعمل ازاي؟ يبقى نمرة أربعة بروسيجر ازاي؟ طبعا كل ده هيوم الكوريوني جونادوتروبين ان انا بدور عليه هو شخصيا. قالك عشان ما يخدعكيش في طريقة تانية دي نمبر ايه؟ الطريقة التانية انك تسيبك من الالفا سب يونت اللي بيلخبطك. ما هو الهيوم الكوريوني جونادوتروبين متكون من الفا سب يونت وبيتا سب يونت اثنين. هو بيشترك مع الهرمون ده في الالفا. قالك خلاص الاحسن دوري عليه في البيتا سب يونت. يعني البيتا سب يونت ده عشان ادور عليه في الدم على طول او في البول ويظهر على طول بعد يوم الامينوريا مش لسه مستني ها. يبقى انا بعمل حاجتين بقيت اليوم الكوريان الجينات شخصيا بالالفا والبيتا بس ده ليه ديس ادفانتج انه بيشبه هرمون تاني. قال لك الاحلى دوري على البيتا سب يونت بتاعه بس ده احلى. فخليكي في ده اللي معظم الستات بتعمله في البيوت اللي هو بتاع اليورين بريجننسي تاست ها اللي مشهور اللي بيتعمل على طول وماشي. يعني هو الاكسبشن هيبقى فورس ريزلت في كام نسبه؟ قال لك في 20% مش قضيه خلاص. طيب ايه التست ده بقى هيتعمل ازاي؟ يبقى احنا واقفين على البروسيجر بتاعه. البروسيجر بتاعه ان انا هجيب الست هتنزل البول بتاعها الصبح او اليورين بتاعها بدور على اليومن كوريونيك جينازوتروبين. طيب بجيب البي وبعدين بجيب الجي. يعني ايه؟ انا
بحضر انتي بودي من عندي ضد الهيومن كوريونال جونادوتروبين ده انتي بودي ضده صح وانا بجيب من معملي انتيجين انتيجين اسمه ايه هيومن كوريونال جونادوتروبين بس موجود على ايه مترشق في ليتكس بارتيكلز وانتوا عارفين ان الليتكس بارتيكلز دي ايه بارتيكلز كبيره مرئيه تتشال البارتيكلز دي بتتشال يبقى انا عندي هنا يبقى عندك ايه انتي بودي وبعد كده انتيجين والست واقفه في المخ تمام انا بدور عندها هيومن كوريونال جونادوتروبين ولا لا فجبت شبكتين اه جبت انتي بودي ضد الهيومن كوريونال جونادوتروبين وجبت الهيومن كوريونال جونادوتروبين شخصيا بس قاعد على ليتكس بارتيكلز مرئيه كبير خلاص طب انا دلوقتي هحط ده بمعنى هحط ايه هحط عندي القلم الاسود ده هو ده الانتي بودي القلم الاسود رحت حطاه ده هو الانتي بودي الست دي لو حامل هيبقى عندها القلم الاحمر القلم الاحمر اللي هو الهرمون هرمون الحمل يبقى الست دي لو حامل هيكون شاكين في بعض جدا نيوترلايزيشن صح؟ صح انا بقى هجيب من عندي ده عندي القلم الازرق ده اللي هو مين؟ اللي هي الفاكتورز اللي انا بشوفه اللي عليه مين؟ هيومن كوريونال جونادوتروبين هحطه هنا هل هيشوف انتي بودي؟ يبقى الانتي بودي خلاص عمل نيوترلايزيشن وشبك مع الثاني يبقى اللي انتي شفتيه ايه؟ انا ده شايفاه اللي انتي شفتيه ايه؟ نو اجلوتينيشن يبقى يعشي البريجننت يبقى انت لما انت شفتي نو اجلوتينيشن طلعت الست دي حامل تعالي نعملها بالعكس الست دي ما عندهاش القلم الاحمر فهو مش حامل انا حطيت لها القلم الاسود اللي هو الانتي بودي ما لقيتش حد الانتي بودي مستني رحت انا حطيت له القلم الازرق اللي انا بشوفه راحوا شبكوا في بعض حصل ايه شفت قدام عينك ايه؟ اجلوتينيشن يبقى يعني انا شفت اجلوتينيشن يبقى كده الست طلعت ايه؟ نو شي از نوت بريجننت العكس مفهومه يا جماعه ولا قاعده؟ مفهومه ولا قاعده؟ الست دي حامل يعني عندها الهرمون اهو اول ما نزل نزل في بعضه حتى اجلوتينيشن بس انا مش شايفه ايه انا بشوف الاكسبورت انا بتقدم طيب انا حاطه القلم الازرق هنا اللي هو مين؟ الانتيجين اللي هو الصغير اللي هو مش بيتسمي انتي بودي خلاص انا حطيت ده بتسمي اي انتي بودي ما لقاش بعد خلاص فلقيت ده شفته ايه بقى؟ نو اجلوتينيشن ده زي الفل اهو يبقى معنى كده ان السيتي بقى عندها عندها بالظبط خلاص يبقى على العدوان ده ده ممكن يجي شوك نوت اوكي تعالى بقى التحديثه بس صح صح عندك اللي هي diagnosis of duration of pregnancy سيبك منها هندخل في حته الديتيرميشن اوف ذا بيريد اوف ذا ستيج عدد المفرد ما فات كده الحته الصغيره دي اه لايجنوز اوف بريجنسي ان ده duration of pregnancy احنا دلوقتي بناخد ايه ديتيرميشن اوف ذا بيريد احنا عرفنا حامل عايزين نعرف حاجه في الشهر الكام ديتيرميشن اوف ذا بيريد اوف ذا ستيج اللي هي لايجنوز اوف بريجنسي ان ده duration of pregnancy بعد كده انا عرفت انها حامل عايزه اعرف هي حامل في الشهر الكام هم دول الفقرين اللي هيوقفوا قصاد مشوارنا الطبي Thank you.
ايه فيد اوف جستيشن بقى حامل في الشهر الكام؟ هقول بقى اللاند مارك بتاع سيريز اوف جستيشن. ايه اللاند مارك بقى بتاعتنا يا ناس؟ السره والشمس البيوبس وعندي مين؟ الديفايد روت. يبقى عندي لاند مارك بتاعتي ايه؟ عندي السرة هي دي لاند مارك، الديفايد روت ده لاند مارك، وعندي الشمس البيوبس. تعالي نبتدي كده. السرة عند التري، تمام؟ طيب وده تسعة، سوري على السيك، وده تسعة وده ثلاثة، يبقى ثلاثة ستة تسعة هما اللاند مارك اللي تحفظيهم. ثلاثة ستة تسعة، ثلاثة ستة تسعة، يبقى السرة عند سيك، الديفايد عند تسعة، السنس عند ثلاثة، ثلاثة أشهر عشان أشوف أنا بشوف إيه الفاندل ليفل. ما واحدة صاحية أنا عايزة أعرف هي حامل في الشهر الكام، يبقى من الفاندل ليفل أفضل يوسف. خلاص؟ طيب بين ثلاثة وستة عندي لسه أربعة وخمسة، بين ستة وتسعة عندي لسه سبعة وثمانية، صح؟ بس أنا ما حطش غير ثلاثة وستة وتسعة، أوكي؟ طيب بمعنى إيه؟ الفاندل ليفل عند الشهر الثالث بيبقى في السنس بيوت، الفاندل ليفل عند الشهر الثالث بيبقى عند السرة، الفاندل ليفل عند الشهر التاسع بيبقى عند السيفايد روس. خلاص؟ طيب تعالي بقى بين ثلاثة وستة، رقم أربعة ده المنتصف، رقم أربعة ده اللي في النص، تمام؟ يعني بيبقى عند الشهر الرابع بين سيرفس بيوبس والسر. رقم خمسة سبعة ثمانية، خلاص يا ولاد؟ يبقى هنا في المنتصف ما بين دي وبين دي. رقم 8 هنا برضه المنتصف ما بين الامبليكس والديفاين، عند الشهر الثامن بيبقى في النص بالظبط. يبقى تاني، عند الشهر الثالث عند السنس بيوم، عند الشهر السادس عند السر، عند الشهر التاسع عند الديفاين، يبقى 3 6 9. طب بين 3 و 6 الشهر الرابع، في الشهر الرابع بيبقى فين؟ في النص بالظبط ما بين السنس والامبليكس. طب تعالي الثمانية برضه في المنتصف، عند الشهر الثامن الفاندل ليفل بيبقى ما بين السرة والديفايد، يبقى هيبقى لك اللي انت هتذاكريه الشهر الخامس والسابع بقى. عند الخامس بيبقى فين والسابع بيبقى فين؟ عند الخامس بيبقى صباعين تحت السرة، اما اللي فوق اكبر، ثلاث صوابع فوق السرة بالظبط كده. الحتة دي نيفر تيجي شوف، بس تيجي ام سي كيو حلوة ورايت رونج، ارقام وتلخبطك. عند الشهر الكام يبقى في كام؟ يبقى تاني ثلاثة ستة تسعة، ثلاثة ستة تسعة. عند الشهر الرابع في النص ما بين السامسز ها وبين الامبريكا، عند الشهر الثامن برضه في النص بالظبط ما بين اللاند مارك بتوعي اللي هو الامبريكا والديفايد، يبقى اربعة وثمانية دايما من المنتصف. خلاص؟ هيبقى لي رقمين خمسة وسبعة، هم دول اللي لخبطة فيهم، خمسة وسبعة. خمسة صباعين تحت السرة، سبعة ثلاث صوابع فوق السرة. خلاص يا ولاد؟ بالظبط كده، الفاندا لابل اللي هو أعلى حتة في اليوتيوب، عشان أقول هي حامل في الشهر الكام، هي دي الفاندا لابل. خلاص يا ولاد؟ ده البيريد أوبشن ستيشن. البيبي يفضل تحت، البيبي يفضل يكبر ويضغط على الأم، نو بروبلم، الست عايزة تعرف الأم ماما أول ما يفضل. خلاص؟ أوكي؟ طب ده بالنسبة لإيه؟ أول حاجة اللي إحنا قلنا عليها البيريد أوبشن ستيشن. عندك بعد كده ده بالنسبه لواحده صاحيه، واحده صاحيه انا عايزه اعرف هي حامل في الشهر كام، منها ومن ابنها، من ابنها بالسونار بتاع مثلا، يقول لي ابنها مديني طول كذا وزن كذا، يبقى هو عنده شهرين، عنده ثلاثه. طب لو واحده ميته، واحده ميته بقى دي ابدع،
منها وابنها برضو. ابنها انا علمتك قبل كده ابنها عندك فيه طب قدامك واعمل examination. منها ده انا بشرح واشوف اليوترس اشوف اليوترس قدام عيني اشوف ايه في اليوترس يهمني ايه اللانث اوف ذا يوترس. ايه اللانث اوف ذا يوترس؟ واحد كده اسمه ماكدونالدز او ماكدونالدز رول عمل لنا رول جميل قوي. قال لنا لو واحده ميته هنعرف هي حامل في الشهر الكام ازاي. هي حامل في الرابع والخامس قال لك زودي اثنين. طب السادس والسابع زودي ثلاثه. الثامن والتاسع زودي اربعه. يعني ايه؟ عشان يطلع لك طول اليوترس. يعني اربعه زائد اثنين ادي سته. خمسه زائد اثنين ادي سبعه. سته زائد ثلاثه ادي تسعه وادي عشره. ادي 12 وادي 13. ايه الكلام ده؟ كل ده انشز. بمعنى ايه يا دكاتره؟ قال لك قيسي طول الرحم. لو لقيتيه مثلا 7 انشز وانتوا الانش كام سنتيم؟ 2 ونص. انت لقيتيه 7 انشز وانت مغمضه انت قيسي طول وانت مغمضه يبقى هي حامل في الشهر الخامس. طب ليه؟ عشان احنا هو اتفق على كده. هو قال لك انشز ليه؟ عشان يعملك رول. يعملك رول ما يلخبطكش. لو لقيتيه 6 انشز يبقى الست دي حامل في الرابع. لو لقيتيه 9 انشز يبقى الست دي حامل في السادس. فعشان يحفظنا الطريقه راح قال لك 4 و5 دايما زودي 2. 6 و7 دول الشهور، شهور الحمل يعني. ها؟ يبقى ده شهور الحمل عشان يطلع لك طول الرحم. فانت اول ما بتشوفي واحده ميته بقيت طول الرحم، اعرف على طول هي كانت حامل في الرحم. خلاص؟ دي برضه حته عمرها المنطقه دي، يعني انا النهارده اقول لك الشورت قليل قوي واسئله الرجل قليله قوي في الكلاس بتاع النهارده، عشان كده زي ما قلت لكم انا حبيت اريحكم بالنهارده قبل بكره. طيب الحته دي بس ممكن اكسكيو زي ما اتفقنا، اوكي؟ طيب يبقى دي عليك قلنا. تعالى بعد كده بقى صفحه 142 ايدنتيفيكيشن اوف فيتال سكس. طبعا اشطب عليها، احنا كنا قلناها قبل كده ايدنتيفيكيشن اوف سكس. حد فاكر؟ الرابع. الرابع وكنت قلت لكم ايدنتيفيكيشن اوف سكس ان جنرال بنعرف منين؟ الدي ان ايه واي كروموزوم. فاكرين واي كروموزوم بتشرح ازاي؟ ضاي معينه تديك ضوء تحت الميكروسكوب او ده ولد على طول. فاكرين الست كان البكر ميوكوزا بارباضي كان عندها كروماتين ماتيريال. هي عايزه الكلام ده تاني بس عندها الطريقه غلط. يعني مفيش حد بيعمل ايدنتيفيكيشن اوف فيتال سكس بالامينو امينو سنسز. انك انت بتدخلي ابره في بطن الست واسحبها انا كده بسقطها. الطريقه دي طبعا اتلغت من سنين فعشان كده اكتب عليها محدش هيتقلق فيها خالص. ادخل بعد كده على حاجتين تصير اورال كتير وممكن تيجي ريتن السنه دي كشوك. يعني ممكن لو حاطط كشوك او شورت يعني صغير عشان الحاجات دي شغالين بيها. الارتفيشال هيومن انسيمينيشن. ايه الارتفيشال هيومن انسيمينيشن؟ ايوه بس هقولها للناس اللي ما خدتهاش او ما سمعتهاش. طبعا دي طريقه مهمه فعلم عليها. ممكن الثلاثة تبقى تيجي يعني. انتوا الثلاثة هسألكوا في الكونكشن وهاكوا ايس وزمان. هنبدأوا من اول ال ذاكرتوا الكونكشن اوعى حد ما يجيش بكره يا ولاد. اوعى حد ما يجيش بكره. هيتشم يا بابا. طيب انا بحبها جدا. اثنين الا ربع شك في ايه؟ ينشموا؟ انا بتيجي كده يا رب واحده نص كده. ما حدش ما يجيش بكره يا ولاد. ها؟ شابتر فيري فيري امبورتنت واكتشفنا السنه دي انها حبه جدا يعني مع انه من الشباب الثقيله. Artificial human insemination. ايه الارتفيشال هيومن انسيمينيشن؟ كلمة انسيمينيشن يعني ايه؟ بدخل سيمن في الست انسيمينيشن بس بدخله مش بطريقه نيتشرال. مش بجيب جوز هيدخله عن طريق البينا في السكشوال انتركورس. لا انسيمينيشن بطريقه ثانيه غير السكشوال انتركورس. يعني الدكتور هو اللي بيدخل السيمن. خلاص؟ بيدخل طبعا السيمن الاجزاء. اجزاء اكيد ان في مشكله في الطريق. يعني مشكله في الطريق ايه؟ بين البينس والفاجينا. يا اما المشكله في الراجل مش عارف يدخل. قلنا مش عارف يدخل يبقى ايه؟ انتيريور اوف اريكشن اند ايجاكوليشن. يا اما مشكله في الست مش بتطلع
بتتلقى، مش بتتلقى ليه؟ ان السكه عندها مقفوله. السكه بتتقفل عندها امتى؟ حاجه اسمها فاجينيزمس. ايه الفاجينيزمس دي؟ تقفل ريفلكس كونتراكشن نيوراتيك، ست نيوراتيك وعصبيه وقلقانه وخايفه على طول ريفلكس كونتراكشن، فما بتسمحلوش بالدخول. خلاص يبقى ريفلكس كونتراكشن، او يكون عندها مشكله قلنا عليها المشكله اسمها ديسبارونيا. يعني ايه يا دكاتره ديسبارونيا؟ عندها مرض كل ما بيدخل بيضرب في حته، مثلا بيضرب في حته هايبرفيل، بيضرب في ساركوما، بيضرب في تشوما، فبتحس بايه؟ عندها انفلاميشن، عندها اوسس وفات. يبقى احنا بنحللهم عاوزين يخلف، فاحنا بتوع ال السيمينيشن بيحللهم المشكلة دي. طب أنا عندي بالطب الشرعي بقى مهتمية بإيه؟ مهتمية بالتايب. إيه أنواع؟ قال لك عندك artificial human insemination donor. دونر يعني حد من بره، أو بنقول حد غريب، embryologist. وإما من جوزها فاسمه إيه جوزها؟ homologist. يعني من نفس القبل، من نفس الستاوس يعني. احنا عندنا بنهتم في الطب الشرعي بيهم ليه؟ لان ده حلال، من جوزها حلال، بس لازم يكون قدامه عشان ما يرجعش يقول لنا لا ده مش ابني. هو مش امر. خلاص. يعني من شخص غريب ما نعرفوش، الشخص ده بس دائر الليل. على طول داخلي متاخر كده. كنت ولا لا؟ الشخص الغريب ده بيجي يدي السيمن بتاعه لبنك السيمن ويقبض فلوس ويمشي. يجي راجل وست مراته عاوزين يخلفوا، يروحوا لنفس البنك وياخدوا السيمن، ياخدوا السيمن وهم ما يعرفوش انهم اخذوا حاجه الراجل ده. تمام؟ هيعرفوا منين؟ هو المفروض دي حاجات سيكريتي. اخذوا السيمن وخلاص، هم عايزين سيمن، هم عايزين يعرفوا الراجل ده ليه. ياخدوا السيمن اللي اخذوه او اللي اخذوه او اللي الدكتور قال لهم هتاخدوه من الحته الفلانيه بمواصفات معينه. زينا اتفقنا قبل كده لازم مواصفات معينه، ما يجيش واحد نيجرايز ياخد سيمن واحد من اوروبا. خلاص؟ لازم من نفس البلد، ياباني ياخد ياباني. خلاص؟ نعم؟ ما بيبقى الدكتور بيديهم اسمه فايل، هتروح تاخد لي واحد اطوال وبتاع، ما تروحش العيله كلها قد كده اخدين واحد واد طويل لوحده صالح منها. طب المشكله في ايه؟ ان ده الراجل ده لو خلف بنت، ودول لو خلفوا ولد، والولد والبنت اتجوزوا كده، مين اتجوزوا؟ قلنا الاخ والاخت اتجوزوا. يبقى كده نشرتي في المجتمع حاجه اسمها زنا المحارم الانسان. هنا مفيش كونسنت عندنا، مفيش حاجه اسمها الدكتور موافق وانا موافق او جوزي موافق انتوا مالكم، لا مفيش كونسنت. يبقى الحته دي احنا نهتم بالطب الشرعي بيها ليه؟ عشان تقول لنا الطيب في طيب، ومين حلال ومين حرام، ومين فيها والحرام قلنا حرام ليه؟ الدين حرمه ليه؟ عشان هينتشر زنا المحارم من وراه او ايه؟ بس احنا قلنا سكشوال اوفنسز، وانا عيدته للناس انا ما حضرتش سكشوال اوفنسز. خلاص يا جماعه؟ طيب ده بالنسبه للارتيشال هيومن انسيمينيشن. في حاجه ثانيه اسمها اطفال الانابيب بقى، دي منتشره من ايام زمان عندنا حتى، اسمها ايه بقى؟ الاي بي اف. خلي بالك في فرق بين دي والاي دي اف، ان فيترو فيرتيلايزيشن. بس يا ولاد بس يا ولاد، ان فيترو فيرتيلايزيشن يعني ايه؟ ان فيترو بره، يعني هيحصل فيرتيلايزيشن السبرم مع الاوفم بره، وانت تعمل لي امبلانتيشن للفيرتيلايزد اوفم. يبقى في فرق. هنا انا بدخل سيمن، هنا بدخل فيرتيلايزد اوفم. اوفم خلاص انتهت، عملت برضه. المشكلة في هنا الست عندها اوفيوليشن وزي الفل، بس المشكلة انها عندها انذر كوزز هتعرفها بقى في النساء، بيبقى عندها ادميشن في الاوفيوليشن، بيبقى عندها ها؟ لكن الست عندها اوفيوليشن زي الفل، فعشان كده بيرجعوا الاطفال الانابيب اللي هي الاي بي اف الاثنين مع بعض بره، ويحط لها الفرتيلايز الاوفر. حلال؟ طبعا دي ما فيهاش اي كلام، بس بشرط يبقى قدام الزوج. زي ما كل حاجة قدام الزوج عشان ما يرجعش يعمل لنا قضايا.
اذا تطلع عضايا يقول لك السنسر ده مش عارفه شغال في ايه. طب وانت كنت واقف؟ لا ما حدش قال ان انا كنت المفروض اقف. لا السنسر دي المفروض يعني ايه ما توقفيش الذوق. دي حاجات كده عندهم اثيكال ليجل كده تمشي عليها انك لازم توقفي الذوق عشان ما يرجعش يعمل لك انت مشكله. خلاص طب ادخلي بعد كده بقى في الشرط الثاني او الشرط الصغير كده اللي هو ايه الدليفري. الدليفري برضه هتشطب منه حته بس قبل ما اعمل عليه اسس الكومبريشن بقى والكومبريشن. يلا محمد. محمد ولا محمود؟ محمد امين ولا محمود؟ محمد. طب يلا محمد قول لي الميديكو ليجال امبورتنس اوف يوسف ان سيرفر. ميديكو ليجال امبورتنس اوف يوسف. جميل اه لا بس خلي بالك انت بتتكلم كده مع الاورال اكزامينر. اه بس انا فهمتك. انا فهمتك بقالي مده معاك يعني وشايفاك المتاجي وبتاع. لكن لو دخلت الواحد مش هو معاك الخمس دقايق هي عدد ثانيه وتقوم. لا ما كانش كده. انا بتكلم كده يعني مش كده. طب هتكلم ايه؟ صوت ضعيف المنكسر. دكتور رامي يلا يا رامي قولي Thank you.
بيبقى ايوه دي وبيبقى ال blood pressure also high او temperature ايه تقريبا جميل. طب ايه increase intracranial tension يعني ترايا دي اخليها في النورمال مش عارفين في النورمال ترايا كده نورمال ايه وات هابس وايه يبقى في الانتيريور تمام. طب كويس محمد برضه احمد هم الغبايه الثاني بقى اسمه ايه اللخبطه بين العيال في بعض
او زي ما بتسمع كتير اللي هي المتمرجيه اللي بتخطف العيل لسه مولود وتخطفه وتوديه لواحده عاقر ما خلفتش خالص وتيجي اللي ما خلفتش تقول ده ابني اكشف عليها تلاقي عمرها ما خلفت ما فيش باند بريشر انما الست اللي بتدعي ابنها ها في باند بريشر دليفري باند جابتها من اسبوع والولد عنده اسبوع خلاص هي دي القضايا اللي احنا محتاجين فيها نشوف الساينز اوف ريسنت دليفري وريسنت دليفري اللي هي اسبوع او اسبوعين يعني 15 يوم نقولها ده ريسنت دليفري طب علم عليه بركات بيجي نظر يبقى ده ساينز اوف ريسنت دليفري ايه الساينز اوف ريسنت دليفري نمبر 1 طبعا حته الاكزوشن والتعب والفالر يعني سيبك منه ادخل على طول على البريست بعد كده بننزل على الابدومين من الابدومين بنقول اليوتراين ليفل بالب نقيس اليوتراين ليفل انزل تحت على منطقه ايه هنلاقي منطقه الفالفا انزل تحت يعني ادخل لتحت بقى من 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 تحت لفوق الفاجينا وبعد كده نبره السيرفكس وبعد كده نمرة 7 الاختبارات الحمل هم دول ساينس اوف ريزن اول حاجه البراست هتلاقي انها بتنزل كولوسترم اللي هو لبن السرطوف اللي بينزل الاول سائل اصفر او بتنزل ميلك يبقى دي مظاهر ان واحده هتبتدي لاكتيشن وطبعا اللارجز وحيث البيجمنتد وكده لا دي خلاص دي مظاهر البريجننسي لكن احنا بنهتم بان لو مسكت وعملت سكويزنج الاقي في سائل هينزل اللي هو الكراكشن او الميل الابدومين اهم حاجه انه بيبقى لاكس اند فلابي اند ريدوندنت يعني مرخرط مرخرط من الشده الجامده فجاه ينزل فتبص تلاقيه انه ايه طري خالص ومرخرط وفي برضه ستيل اللاينز بتاعتنا دي اللي هي الايه الستراي جرافيديرم او الستراي البيكنت نتيجه للستراتشنج او نتيجه للرابشر اوف كولاجين فايبرز فاللاينز دي موجوده نتيجه ايه للبريجمنتي وديليفري شكلها طب تعالى بقى اليوتراين ليفل اليوتراين ليفل هي اللي تهمني عشان اشوف هي فعلا لسه والده وجايه ما احنا اتفقنا اليوتراين ليفل قاعد يطلع 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 لفوق خلاص دلوقتي يبتدي ينزل بقى ينزل عشان يروح لايه؟ لطريقه لمكانه في السامبل بيوبس خلاص؟ طب يبقى اشوف اليوتراين ليفل في بطنه اشوف بقى ازاي على طول بعد الولاده بيبقى عالي فوق الامبليكال فوق السره بالظبط يبقى بعد الولاده على طول عالي فوق كده فوق فين؟ الامبليكال بالظبط تمام؟ طيب بعد 1 ويك بيبقى واقف في النص واقف في النص بين مين دايما السره والسمس بينزل هو بينزل يبقى بعد 1 ويك بيبقى واقف في النص هنا طب بعد 2 ويك من الولاده بينزل تحت مكانه تحت في السمس بالظبط بعد 6 ويك الاقيه بيكم النورمال سايز بتاع الشوترس بتاع اي واحد يرجع عادي خالص ودي برضه ارقام ام اس كيو يبقى ده افتر ديليفري اللي فاتت في الحمل بتطلع 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 الافتر ديليفري بتنزل يبقى على طول عالي على الامبليكس على طول فوق الامبليكس بعد وا وا واقف في النص ما بين الامبليكس والسنس بعد 1 ويك بعد 2 ويك تحت هنا في السنس فيو بعد 6 ويك ترجع النورمال سايز عادي تاني اوكي طيب وصلت بعد كده لمين؟ لنمره 4 نمره 4 اكتب فيها تير سيلز فين بقى؟ لا مش في الفالفا بس ده في الفالفا والبرينيوم ومين كمان والهايمن يبقى ثلاث حاجات من تحت الاقيهم متقطعين الفالفا فيها اثار لاسيريشن وتقطيع البرينيوم فيها اثار برينيال تير ها بيبقى كونشوز وونز كده زي حاجه رضيه كده مطرح الراس وهي نازله كده فرتك الحته والهايمن اه طبعا زي ما غدا بتقول لو في اكل لا خالص الدليفري ده موضوع ثاني تماما تمام لكن احنا بنتكلم على مصادر اللي هي الدليفري العاديه بس الدليفري انا بص بقى على بطنه من ضل الجراحه بتاعت بطنه الهايمن ازاي يحصل تير؟ ما الست اتجوزت والهايمن حصل تير، انا بتكلم على انهي هايمن؟ الالاستيك المطاطي اللي كده قلنا فيه هايمن مطاطي ما بيقطعش غير فاكرين لما كنت بقول بتوع الناس هيقولوا ايه؟ الواد عرف اللي ابوه ما عرفش فيه، فاهم ما عملوش ابوه ما قدرش يقطع الهايمن
تمام. لكن الولد لازم ينجح في قطع الهايمن، هو بينجح في قطع الهايمن وهو نازل راسه وهو نازل يقوم بفرتك الهايمن. الهايمن الداي لاتابل انت الاستك، فكلمه هايمن دي معناها مش اي واحده ست. طيب ادخلي على الفاجينا نمره 5. الفاجينا بتعمل ايه؟ تنزل لك سكريشن. اقفي بقى عند الفاجينا دي، ما ظهر انها لسه مخلفه. الفاجينا تنزل لك سكريشن اسمها لوبيا. لو اول 5 ايام بتبقى دم فيسموها لوبيا روبرا احمر رد، تاني 5 ايام بتبقى متفرة شوية فنقول لوبيا سيروزا، اخر 5 ايام نقول بقت بيضة لوبيا قلبة. يبقى عندك اللوبيا دي بتختفي بعد 15 يوم، هو من 12 ل 15، يعني بعض الكتب يقول لك بتختفي بعد 12، معظم الكتب يقول لك لا سيبيها لغايه 15 يوم هتفضل بتنظف. الكتب اللي بتقول 12 تقول لك لا دي بعد تنزل فاجانا دي مشاش عادي، لا بتبقى كتير خالص، احنا بنسيبها لغايه 15. خلاص؟ انها اللوبيا دي تنظيف الحمل، تنظيف الانديفيديوال ممبرين وبواقي اليوترس بينظف نفسه. يعني اول 5 ايام يبقى مليان دم، الست بتنزل دم كانه منتز فسموها لوكيا روبرا راس، نازل ار بي سيز واي بلاد سيلز وممبرينز وكده، بس دي تنظيف حمل مش منتز. تاني 5 ايام بيبقى لونها اصفر يلوش فاسمها لوكيا سيروزا، فيها سيروزا سيلز. اخر 5 ايام بقت لونها بيضة زي الفاجينا ديشارج، قلبة يعني ابيض فاسمها لوكيا قلبة، وليها ريحة مميزة وكده. فعشان كده انا لو شفت الست دي ها او اللوكيا ده يبقى دي اسمها ساين اوف ريسنت ديليفري. خلاص طيب يبقى ده بالنسبه للبطن. تعالى بالنسبه للسيرك، السيرفس يفضل مفتوح عندها. يعني ايه يفضل مفتوح عندها؟ يدخل صباعين، يقول لك يدخل صباعين لمده اسبوع. لو دخلت صباعين من الاوبننج يدخل اوكي، بعد اسبوعين بيتقفل المفروض. ولكن لو واحده ما خلفتش عمري ما هدخل الصباعين دول، فدي اكبر دليل انها لسه مخلفه. طب تعالي بقى اخر حاجه، لو عملت لها جرابيندكس تست هيطلع بوزيتيف لمده قد ايه يا دكاتره؟ بوزيتيف 2 ويكس افتر ديليفري. يبقى الست دي في ساينز ريسنت ديليفري دي ما فيهاش كلام. خلاص؟ طب الصفحه اللي بعديها بقى اشطب عليها، هناخد بس الجدول اللي تحت. الصفحه اللي بعديها اللي هي بوست مورتم ساينز ريسنت ديليفري اشطب عليها، هناخد بس الجدول اللي تحت اللي هي ديفرنس بتوين بيرس اند نالي بيرس. ايه بقى اخر حاجه يا ولاد؟ الجدول ده عندنا امبورتنت عملي ونظري، ازاي تفرق بين واحده ما خلفتش خالص ناليفرس وواحده مالتيبرس او واحده بتعرف خلفت وخلاص. اللي ما خلفتش خالص احنا هنتكلم على حاجتين، هنتكلم على اليوترس وهنتكلم على السيرفس، هما دول اللي بيبين. طبعا واحده داب انا شرحته وببص على اليوترس والسيرفس، طب بتكلم يمكن على الداب. واحده ميته دينا ليبرس اند مارتيبرس، هي حتى كاتبه لكم ساينز اوف اولد ديليفري ان ذا داب، يعني هي ساينز اوف اولد ديليفري ان ذا داب او ديفرنس بتوين بيرس اند مارتيبرس. بيرس اند ناليبرس اسمها ناليبرس، ها الام دي صلحوها الام. هتكلم على اليوترس ايه؟ هتكلم على اللان، هتكلم على الكافيتي، هتكلم على الوول نفسه او الماسل، هتكلم على الميوكوزا. السيرفس هتكلم على حاجتين اللي هو الاوبننج والميوكوزا. يبقى كل واحده هتكلم على حاجه معينه. ادي واحده ما خلفتش ايه؟ اليوترس عامل كده. اما اللي خلفت بيبقى عند الكوره،
يبقى أول حاجة في الكافيتي ده تلاقيه تريانجولر، ده تلاقيه عامل زي كورة راوندد أو جلوبيولر. ليه جلوبيولر؟ العيل بيطلع ويعمله سكتشنج وياخد منظر العيل راوند. أما العيل بيطلع فبيطوله، يبقى اللمس هنا بيبقى 3 انشز، أما ده 2 انشز بس. العيل بيطول الطول لليوترس يطوله، وحتى نسبة وتناسب مع السيرفكس يديله أكثر من الضغط. تعالى اليوتراين مصل. اليوتراين مصل اللي ما خلفتش اليوتراين وول بيبقى سيك، المصل بتبقى سيك. اما اللي خلفت نتيجة للستريتشنج بتاعة العيل ها تطوله وترفعه، تعمله ثينينج اوف ذا مصل وول. يبقى عندك هنا سيك، اما عندك هنا ثينينج نتيجة للستريتشنج. تعالى الميوكوزا اللي ما خلفتش عندها الروجي باينة، اما اللي خلفت هتلاقيها العيل فرد التعريق دي بيكون سموث. يبقى اللي خلفت ما عندهاش روجي، ولكن ممكن تشوفي مكان ريز مكان البلاسينتا، يبقى في مكان سموث بس في ريز سايد اللي هو ايه مكان البلاسينتا، في مكان مدمم كده وبيبقى ريزد شوية، هو ده مكان البلاسينتا اللي خلفت. ولكن بقية الميوكوزا اتفرج عشان العيل فرد التعريق او الروجي، لكن هنا الروجي موجودة. تعالى بقى في السيرفكس. الاوبننج اللي ما خلفتش هتبص تلاقيها عاملة زي راس الدبوس كده، نقول بين بوينت بين هول. اما اللي خلفت الاوبننج يبقى عامل زي الشق اتفتح، فنقول ترانسفيرس سليت، عامل زي الشق سليت لايك ترانسفيرس كده نتيجه لنزول العيل، فبقى ترانسفيرس سليت لايك. اما ده زي خرم كده شويه. تعالى الميوكوزا اللي ما خلفتش عندها الروجي برضو، ناس بصت على الروجي لقيته عامل زي الشجر، فسموا الروجي بتاع السيرفيس اربر بايتي، اما ده سموز. يبقى السيرفايكال ميوكوزا بتاعت الست عامل زي الشجر اللي هي ما خفتش، يعني اسمه ايه؟ اربر، جاي من اربر اللي هو شجر، ها؟ اربر فايتي. انا عارفه مش مكتوبه بس معلش اكتبها عشان دي اوراد بتتسال كتير. سمعت فين كلمة اربور قبل كده؟ الناس اللي حضرت اربورايزيشن تشهير في الناس لما بتيجي تتعفن يطلع عليها مظاهر زي شجر على بطنها، فينز كده عامل زي الشجر، اسمه اربورايزيشن. عندنا كلمة اربور في الطب الشرعي تاني السيرفايكال ميوكوزا بتاعت الناس اللي ما خلفتش، تبقى عاملة زي فروع الشجر فبيسموها اربور فايتي انفنتشر. فده لغاية الساعة اللي فاتت على طول بيتسأل، أول ما تقول له أرثورايزيشن بتاع البيوت ريفاكشن يقول لك سمعت أرثورايزيشن في حتة ثانية، أو تسمع أربر في حتة ثانية، بتاعت السيرفايكال ميوكوزا. فعشان كده بقول لك في الأرثورايزيشن بتاع البيوت ريفاكشن حط فوق أربر فايتي إن سيرفيس، لأن الحتة دي ممكن التو شات بتوع النهاردة في الأورا اللي أقول لك ما تراجعهمش، يعني مش فاهمين. يعني أنا يهمني الهاد إنجلس، يهمني الأسفيكتيا، يهمني الفاير أر بتاع بكرة، في شباب ما ينفعش تدخل من غير، لكن دول دايما يعذروك، يعني دايما يقول لك ما هو طالع خمسه، في لسه هيشرب بالحاجات دي خمسه. خلاص؟ ولكن اعرف اربور فايتي اللي هي ماشيه مع الارثرايتيشن. خلاص يا ولاد؟ كده احنا خلصنا النهارده بقى ان شاء الرحمن. نعم. اكتشفت حضرتك هنا الترينجل، اما هنا